هذا الأسبوع في كوادريغا، فضيحة التجسس الجديدة، تعميق الشرخ بين الولايات المتحدة وألمانيا. مرة أخرى تتصدر قضية التجسس الأمريكي العناوين في ألمانيا، فبعد أسبوع على اعتقال عميل في المخابرات الألمانية بتهمة تسريب معلومات إلى الولايات المتحدة، فتحت السلطات الألمانية التحقيق ضد عميل آخر مشتبه به. يأتي هذا بعد أقل من عام على اعتراف واشنطن بتنصت وكالة الأمن القومي الأمريكية على هاتف المستشارة الألمانية ميركل، وذلك وسط مزاعم بأن الولايات المتحدة كانت تنفذ عمليات مراقبة واسعة من سفارتها في برلين. الرئيس الأمريكي أوباما أكد على أهمية العلاقات الأمريكية الألمانية، لكن مزاعم التجسس الأخيرة تزيد من حدة توتر هذه العلاقات. يرافقكم في هذه الحلقة مازن حسان. أهلا بكم مشاهدينا في كوادريغا. حالة من الاستياء الشديد تعم الأوساط الألمانية سياسيا وإعلاميا وشعبيا أيضا بسبب فضيحة التجسس الأمريكية الجديدة في ألمانيا، والألمان يتساءلون لماذا تتسلط علينا مخابرات دولة تعتبر الشريك الأهم والأوثق لألمانيا في العالم، وكيف ستؤثر هذه الفضيحة على مستقبل العلاقات الأمريكية الألمانية في المستقبل. هذا هو موضوع كوادريغا، وهؤلاء هم ضيوفي في الاستوديو. أرحب بداية بشتيفان بوخن، الصحفي والمحلل السياسي من القناة الألمانية الأولى. أهلا بك شتيفان. أرحب أيضا بأحمد بدوي، الباحث في الشؤون السياسية. أهلا بك أحمد. كما أرحب بأكرم بكر، محلل سياسي وخبير في الشأن الأمريكي. أهلا بك ضيف عزيز. يعني أبدأ معك شتيفان، بداية يبدو أن يعني هذه الفضيحة التجسس الأمريكية الجديدة في ألمانيا يتسع نطاقها شيئا فشيئا، لم تعد تقتصر الآن على موظف الاستخبارات الألمانية الذي ألقي القبض عليه بتهمة تقديم مئات الوثائق للـ CIA مقابل مبلغ من المال. الآن تحقق السلطات في برلين مع موظف آخر في وزارة الدفاع الألمانية أيضا بتهمة التجسس لألمان لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. يعني في تقديرك يعني لماذا تتجسس الولايات المتحدة على ألمانيا؟ يعني لماذا؟ أعتقد بأن الولايات المتحدة قررت بأن أجهزة المخابرات تبعها مسموح لها أن تجمع الحد الأقصى من المعلومات الممكنة، بغض النظر إن كان الطرف المتجسس عليه من الأصدقاء ومن الأعداء، وطبعا ألمانيا من الأصدقاء، ولكن أمريكا تعتبر بأن يحق لها جمع المعلومات بأي إمكانية بأي وسيلة في كل العالم. وهذا لا يعني بأن لا يوجد حساسية في أمريكا نفسها بالنسبة للتجسس، يعني طبعا يوجد حساسية بالنسبة للتجسس على المواطنين الأمريكان، ولكن أمريكا تعتبر بأن خارج أمريكا مسموح لها كل شيء، حتى ولو كان الطرف المتجسس عليه بلد صديق مثل ألمانيا. يعني حتى التجسس على الحلفاء أمر ممكن بالنسبة للولايات المتحدة، ما رأيك أحمد؟ لازم نحط الموضوع في سياقه، وفي سياقين مهمين قوي، سياق تاريخ قريب وسياق تاريخ بعيد. التاريخ القريب، أمريكا تحولت إلى دولة يحكمها هاجس الأمن القومي، بالذات بعد 11 سبتمبر. وأنا أتذكر دونالد رامسفيلد كان كتب مقالة مرة في فورين أفيرز، وكان بيقول بصراحة ما فيش حاجة تكفي عشان نحمي الأمن القومي بتاعنا، وده معناه أن حتى الصديق ممكن يتحول يبقى عدو في وقت من الأوقات. ده السياق القريب. السياق البعيد، الولايات المتحدة والدول الغربية في علاقات وثيقة جدا ما بين أجهزة مخابراتها، في منظومة مخابراتية في الغرب، المنظومة دي بتحكمها قواعد. القواعد دي ابتدت بعد الحرب العالمية الثانية، تحديدا سنة 46، لما اتعمل اتفاق ما بين أجهزة المخابرات في الولايات المتحدة وفي بريطانيا لتبادل المعلومات الاستخبارية. الاتفاق دوت انضم ليه كل أعضاء الناتو بمرور السنين، وألمانيا انضمت ليه سنة 55. المشكلة ومن وجهة نظر ألمانيا، العلاقات ما بين الدول في الاتفاق دوت فيها قدر كبير من الطبقية. في 5 دول، الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، دول بيسموهم 5 eyes، دول اللي هم العيون الخمسة، ما فيش أي تجسس ما بين الدول دي وبعضها، في تبادل كامل للمعلومات. في بعد كده طبقتين، طبقة بيسموها 9 eyes، العيون التسعة، داخل فيها دنمارك وهولندا وفرنسا ودولة رابعة، وفي طبقة ثالثة اللي هي فيها ألمانيا.
سنة 2009 في اتسربت وثيقة من المخابرات البريطانية بتقول ان الالمان ابتدوا يكونوا غير راضيين عن وضعهم في تعتبر دولة من الطبقة الثالثة، وبيحاولوا ان هم يرتقوا بعلاقاتهم المخابراتية بالذات مع الولايات المتحدة بحيث حتى ان هم يكونوا ضمن الخمسة الاولانيين. دوت طبعا بيعكس رؤية المانيا لدورها ان هي تعتبر دلوقتي شريك اساسي في التحالف الغربي. ما ننساش ان المانيا لغايه سنه 1990 ما كانتش دوله لها سياده كامله. 1990 لغايه 1990 ما كانش قبل اعاده التوحيد. بعد اعاده التوحيد في المانيا ابتدت تبص لنفسها ان هي دوله دلوقتي كبيره ولازم يكون علاقتها مع الولايات المتحده زي علاقه بريطانيا مثلا. المانيا من كام سنه كانت بتحاول دايما ان هي تكون عضو شريك دائم في مجلس الامن. فاعتقد اللي بيحصل دلوقتي يعكس رغبه المانيا ان هي تعدد دورها في التحالف دوت. المانيا عارفه ان الولايات المتحده كانت بتتجسس عليها. طب مش يعني جديد يعني عذرا على المقاطعه، طب لماذا لم توافق الولايات المتحده على يعني ان تنضم المانيا الى مجموعه الفايف ايز يعني حتى الان؟ الولايات المتحده برضو من اللي نعرفه الحاجات دي طبعا ما فيش معلومات فيها، ما فيش تخوف كبير. يعني مثلا في برضو معلومات اتسربت ان مستحيل فرنسا تكون من ضمن الدول دول لان فرنسا عندها نظام تجسس قوي جدا ضد الولايات المتحده. في حاله المانيا لغايه دلوقتي ما فيش قرار لا او لا، واعتقد ان اللي بتحاول تعمله المانيا دلوقتي الفضايح اللي هي المانيا بتثيرها حاليا اعتقد من اهدافها ضغط على الولايات المتحده ان هي تعيد تنظيم العلاقات المخابراتيه مع المانيا. نعم، يعني عندما نبحث في يعني أسباب ليش ألمانيا لم تدخل لهذه الدائرة المغلقة الصغيرة Five Eyes، يعني معناته في شكوك بالنسبة لألمانيا نوعا ما في دائرة الحكومة الأمريكية، وما سبب هذه الشكوك؟ أنا أعتقد في بعض الأسباب الأساسية. واحد، العلاقات الألمانية مع روسيا، في طبعا شك بأنه ألمانيا تبدي بعض عدم الموافاة لأمريكا لأنه هي تحافظ على علاقات خاصة مع روسيا، يعني هذا طبعا يعود إلى المصلحة الاقتصادية السياسية الألمانية. ألمانيا تعتمد على يعني استيراد الغاز والنفط أيضا من روسيا، فهنا يوجد بعض الشكوك. أيضا الصناعة الألمانية مصلحتها أن تطور علاقاتها مع إيران والصين، هنا أيضا يعني سبب لبعض التحفظات الأمريكية بالنسبة لألمانيا. وأيضا عندما ننظر إلى الماضي يعني القريب، حرب العراق، الاجتياح الأمريكي إلى العراق، المستشار الألماني شرودر في وقته عارض على هذا الاجتياح، ويعني قال بأن هذا الاجتياح لا يخدم مصلحة الغرب عامة ولا يزيد من أمننا. ولكن يعني هذه الأوضاع يعني في 2003 تعلمنا شيء آخر. في هذه الحرب المخابرات الألمانية حافظت على علاقات خاصة مع المخابرات الأمريكية وأيضا مع العسكر الأمريكي، يعني رغم الموقف المختلف المخالف المعارض للحكومة الألمانية، مع ذلك المخابرات الألمانية وبعض الناس فيها حافظوا على علاقة خاصة مع أمريكا. يعني والموقف الضمني لهؤلاء الموظفين في المخابرات يقول إحنا لازم أن نحافظ على هذه العلاقة الخاصة مع أمريكا مهما كان الموقف للحكومة. وهنا يوجد شيء خطير، وهذا ربما شرح أولاني لما يحدث الآن. يعني في المخابرات الألمانية نفسها في يعني تمايل للعلاقة الوثيقة مع أمريكا، يعني هذا على أساس تحليل للمصالح الأمنية الألمانية، يعني وبغض النظر للتحفظات في برلين في الحكومة، يعني يوجد بعض الاستقلالية للمخابرات لأجهزة المخابرات، وهذا يعني جنب من
المشكلة التي نناقشها الآن. يعني شتيفان تقصد أيضا أن تباين السياسة الألمانية الخارجية عن السياسة الأمريكية أو تباعدها بعض الشيء عن السياسة الأمريكية الخارجية هو أحد أسباب عدم انضمام ألمانيا حتى الآن إلى هذه الدائرة الضيقة من أجهزة المخابرات. أريد أن أسمع رأيك أكرم. يعني هناك مسؤول أمني ألماني سابق كان رئيس لجهاز الاستخبارات الداخلية في ألمانيا، جهاز حماية الدستور، صرح في الستينات من القرن الماضي بأن المخابرات الأمريكية والألمانية هي في الحقيقة منظومة واحدة. يعني هذا يعني ربما يتفق بعض الشيء مع حديث أحمد. نهاية التسعينات، لأن ألمانيا من ناحية الدفاع ومن ناحية الاستخبارات ما كانتش دولة مستقلة. مزبوط. كانت مسيطرة عليها فترة. تماماً من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا، المخابرات البريطانية. يبدو في هذه الفترة، فترة الحرب الباردة، كانت هذا الكلام كان صحيحاً وكانت منظومة واحدة. الآن يبدو أن هناك نوع من التنافس، هناك نوع من الاختلافات كثيرة في السياسة الخارجية تنعكس أيضاً على السياسة الداخلية. كيف ترى أنت ذلك؟ يعني ما رأيك؟ لماذا يعني يحدث الآن هذه الخلافات على مستوى التعاون الاستخباراتي بين ألمانيا والولايات المتحدة؟ يعني برأيي أنه شغلة واضحة، أنه كل جهاز مخابرات بالعالم هي هدفها أنها تجسس على من يكان أن يكون، أنه يأخذوا معلومات زي ما تفضل شتيفان من جميع النواحي ومن الكل. التغير الكبير اللي هي صارت بعد 11 سبتمبر، أنه إدارة بوش بنت أو خلفت أجهزة استخبارات واسعة للغاية، وأنا بقول أنه زي دكتور فرانكنستاين بنوا إشي ما بيعرفوا أنه يسيطروا عليها. أنه في مليون شخص في الولايات المتحدة عنده top secret clearance الآن، مليون شخص، يعني مليون شخص بياناتهم موجودة لدى السلطات الأمريكية. لا لا لا، مليون شخص بيشتغلوا في أنظمة الاستخبارات الأمريكية اللي عندهم top secret clearance. منهم كان إدوارد سنودن. يعني فهي بتدل إنه صار في هذا الرقم. يعني أين نشر؟ يعني كان قبل بجوز 50,000 واحد عنده هاي ال بعرفش يعني هاي، بس 856,000 شخص. صغير. هذا الرقم موجود. أوكي. يعني معلن، مش خفي. فالمشكلة إنه بنت هاي الجهاز الضخم. والشغلة الثانية اللي تغيرت إنه وسيلة التجسس تغيرت، العالم تغيرت. الآن ما في واحد زي بي the lives of others، واحد قاعد بأتك بسمع لتلفون الواحد، كله ones and zeros، كلها digital اليوم، تقنية ما فيش إنه إنسان قاعد بسمع لتلفونك ولا بقرأ. هذا كله big data، كله الشبكات الإنترنت بروحوا من وين ما كان في العالم. فبطل انه هذا خارجي، هذا امريكي، هذا الداخل، هذا خارج، صارت كلها شوربة كبيرة. ولكن اكرم، يعني نعم. هذه يعني الفضيحة الجديدة تدل على انه الاساليب التقليدية لسه يعني ما زالت يعني فاعلة، لأنه يعني أمريكا الآن يعني بحثت عن عملاء داخل المخابرات الألمانية حتى يعني يتجسسوا في الداخل. هذه تقاليد يعني ترجعنا 100 سنة إلى الخلف أو 50 سنة إلى الخلف. يعني هي أساليب تقليدية، ونحن نتعلم بأن يعني أن الولايات المتحدة لا تتنازل عن هذه الأساليب التقليدية. ما ظنيش لحظة معك شتيفان، يعني أنا بقولك هذا صحيح. يعني إذا أمريكا دورت، أظني هذا الشخص اللي بالبي إن دي، هذا الشخص هو قدم حاله، يعني هو عرض حاله يعني في أمريكا. ليش لا؟ يعني أنا معك إنه الهيومن إنتليجنس في لها دور، بتضل لها دور، بس اللي احنا نحكي عن الفضائح اللي الواحد بصير سنودن وكل هاي شغلات. بالرأي يعني فكرك انه الاستخبارات الألمانية ما تتجسس على الألمان ولا على الأمريكا، طبعا تتجسس عليهم كلهم، بتجسسوا على بعض. يعني أكرم أريد أن أسألك شيئا. يعني أنت عشت في الولايات المتحدة ونشأت هناك. يعني هناك نقطة، يعني وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون كانت في برلين منذ أيام وسئلت عن هذه الفضيحة الجديدة السابقة، يعني وسئلت عن هذه الفضيحة، فكان لديها تفسير غريب. يعني قالت أن الاستياء الألماني والغضب الألماني يعود إلى تجربة الألمان السلبية
أثناء الحكم الشيوعي في ألمانيا الشرقية وممارسات جهاز شتازي وجستابو وما إلى ذلك، وبالتالي هم لديهم حساسية شديدة تجاه التجسس على بياناتهم الشخصية، ويفهم من حديثها أن هذه الحساسية ليست موجودة لدى الأمريكيين، فهل هذا الكلام صحيح؟ هذا يعني في حساس صح في حساسيات أكثر، بس هاي إنه هاي بسموها إكسكيوز الأمريكان ببيعوا للألمان، ولك إحنا عارفين عندكم حساسيات هيستوريك غيرنا وإحنا مش عارفين ليش إنه الأمريكان بالنسبة للشعب الأمريكي عندك فئة كبيرة ما في عندك التعليم ولا الثقافة إنه بيهتموا بهاي شغلات، ولا بقروا جريدة ولا بسمعوا أخبار ولا بعرفوا، يعني بتروح يعني تيجي هيك أكيد ليس كل ألماني أصغر يعني مش الكل طبعا يعني في برضو جهة كبيرة في ناس كثير في أمريكا برضو بحاربوا ضد هاي الشغلة، وبالعكس هم على هم من الأوائل اللي بكافحوا ضد التجسس يعني في فئة في أمريكا، ولكن الببليك بشكل عام لا ولا بتهتم ولا يعني ما في لا يوجد غير عن الألمان استياء. الألمان عندهم تفهم وعندهم ثقافة أكبر يعني بشكل عام من الشعب الأمريكي، يعني هناك تصور أن المواطن الأمريكي على استعداد أن يصبح مواطنا شفافا زجاجيا تعلم عنه السلطات الأمريكية كل شيء في مقابل الأمن وحمايته من الإرهاب، خاصة بعد 11 سبتمبر اعتداد 11 سبتمبر، هذا التصور تعتقد أنه غير سليم؟ هو بيني وبينك الشعب الأمريكي ولا باع ولا شرط الحقوق المدنية عندهم، هذا كان الأمر يختلف. اللي عندي ثلاث ملاحظات بالنسبة لمنظومة الاستخبارات الأمريكية، زي ما أكرم قال مش بس عدد الأفراد، في 17 جهاز مخابراتي في أمريكا، ميزانية المخابرات في أمريكا سنة 2013 كانت 53 مليار دولار. المشكلة الكبيرة إن ال 17 جهاز مخابراتي دول التنسيق بينهم ضعيف جدا، والتنسيق بينهم وما بين القيادة السياسية أضعف. المشكلة مش تنافس ما بين أجهزة المخابرات، المشكلة أعتقد اللي موجودة دلوقتي حتى في ألمانيا، يعني ما أعتقدش أن في تنافس ما بين أجهزة المخابرات الألمانية وأجهزة المخابرات الأمريكية، أعتقد أن العلاقة بينهم جيدة جدا، علاقة تعاون يعني علاقة تعاون. أعتقد أن المشكلة الكبيرة مشكلة دلوقتي القيادة السياسية ضد أجهزة المخابرات سواء في ألمانيا أو في العالم كله، يعني أعتقد أن أنجيلا ميركل والطبقة السياسية في ألمانيا بيحاولوا دلوقتي أن هم يفرضوا سيطرتهم على أجهزة المخابرات، وأعتقد أن الفضائح ديت ادتهم الفرصة المناسبة أن هم يحاولوا يعملوا كده، وأعتقد برضو أن أوباما عنده نفس المشكلة مع أجهزة المخابرات. ملاحظة تانية، ربما تكون هذه المشكلة في الولايات المتحدة لكن في ألمانيا أيضا، برضو في ألمانيا ما تنساش حاجتين، أولا ميركل ما نقدرش يعني نقلل من تجربتها في أوروبا في ألمانيا الشرقية، هي فعلا عندها هاجس الاستازي ومش عايزة يكون في أي وقت من الأوقات نرجع تاني للوقت دول. لما واحد من عضو برلمان من حزب الخضرة قابل سنودن ورجع قال سنودن عنده استعداد يجي يشهد قدام لجنة المخابرات في البرلمان الألماني، المخابرات الألمانية رفضت طبعاً. رفضت أن سنودن يجي ويشهد، ليس فقط المخابرات، الحكومة الألمانية طبعا بناء على توصية المخابرات. فاللي أنا عايز أقوله أن العلاقة سبب الرفض كان حرصا على العلاقات مع الولايات المتحدة، حتى حرصا على العلاقات مع الولايات المتحدة، وبرضو حرصا على عدم تفتيح أوراق المخابرات الألمانية في غنى عن أنها تتفتح دلوقتي. المشكلة أعتقد مشكلة سياسية ومشكلة تنافس ورغبة من القيادة السياسية سواء في ألمانيا أو في الولايات المتحدة إن هم يفرضوا سيطرة. ما تنساش حاجة، المخابرات في الدول الغربية قانونا ممنوع إن هم يعملوا أي أنشطة تجسس أو جمع معلومات داخل بلادهم. قدروا إزاي يلتفوا حول الموضوع دوت؟ المخابرات الأمريكية بتعمل اتفاقات مع المخابرات الألمانية والبريطانية إن البريطانيين يتجسسوا على المواطنين الأمريكان داخل أمريكا، وأمريكا تتجسس على المواطنين البريطانيين والألمان داخل ألمانيا، ويعملوا تبادل للمعلومات، وده حتى موجود في العلاقة ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل. طيب فالمشكلة يعني معقدة جدا. طبعا هناك فعلا حديث هنا في ألمانيا، هذا كلام سليم. تعليق بسيط اشتفن، يعني هناك حديث في ألمانيا أن فعلا الأجهزة المخابرات الألمانية كانت تعلم بهذه
الأنشطة الأمريكية، ولكنها لولا أن سنودن كشف هذه الفضيحة والتنصت على الهاتف المحمول للمستشارة أنجيلا ميركل وملايين الرسائل التليفونية والإلكترونية للألمان، لولا أنه كشف هذه الفضيحة وأصبحت فضيحة رأي عام، لما اضطرت الحكومة الألمانية الآن للتحرك. نعم، تفضل. نعم، لا، طرحت مسألة مهمة جدا. يعني فالإحساس اليوم بأن أجهزة المخابرات المختلفة الألمانية البريطانية الأمريكية هي تواطأت مع بعض ضد مصلحة الشعب أو المصلحة العامة، لأنه دائما عندما يعني يطورون هذا التعاون بين المخابرات كيف يشرحون ويبررون ذلك؟ نحن بهذا التعاون نزيد من أمن المواطنين، يعني نصلح أمن المواطنين ونكافح الإرهاب، ولكن الناس المواطنون يتساءلون ما هي الإنجازات الكبيرة لهذه المخابرات، يعني أين الأدلة على زيادة الأمن للمواطنين؟ هل تنبأت المخابرات الأمريكية أو البريطانية أو الألمانية بتقدم الدولة الإسلامية في العراق والشام؟ هل عرفوا ذلك مسبقا؟ هل يعني تنبأوا بأحد عشر إيلول إذا أردنا أن نرجع إلى وراء؟ أو بالثورات الربيع العربي مثلا، أو يعني الربيع العربي الجميع. أحسنت يعني ولا جهاز مخابرات لا في ألمانيا ولا في أمريكا كانوا يعني يشعرون شيئا بالنسبة للربيع العربي لسقوط نظام مبارك. أنا أتذكر شخصيا عندما ذكرت يعني إمكانية سقوط نظام مبارك في 2010 يعني يضحكوا علي، يعني لأنه أنا طبعا لم أعبر عن هذا الرأي على أساس معلومات مخابراتية، ولكن على أساس تحليل سياسي. يعني التحليل هو أنه مثل هذا النظام لا يستطيع أن يدوم إلى الأبد من أسباب منطقية. فالمخابرات لم تثبت قدرتها على التحليل السياسي. ماذا يصنعون؟ ماذا يفعلون بكل هذه المعلومات التي يجمعونها؟ ها هو السؤال. ويوجد الآن ضرورة للمخابرات في ألمانيا وفي أمريكا، ليش أنتم متواجدون وليش أنتم يحصلون على هذه الميزانيات الضخمة؟ طيب، ولكن حالا، ولكن ردا فقط على شتيفن، الأمريكيون مثلا عندما يردون على الانتقادات الألمانية يقولون ألمانيا تستفيد من المعلومات التي نجمعها. مثلا خلية زاورلاند لو تتذكر، يعني هذه الخلية الإرهابية أو الإسلامية المتطرفين إسلاميين كانت تهدد باعتداءات في ألمانيا منذ سنوات، كشفتها المخابرات الأمريكية. أو مثلا الجهادين العائدين من سوريا، أوروبيين الجنسية منهم ألمان، أيضا تكشفهم المخابرات الأمريكية. يعني هناك فائدة تعود. نعم، على ألمانيا وزير الداخلية الألماني يشير إلى هذه الأشياء لكي يبرر استمرار التعاون مع الأمريكان. وأنا أعدك بالرغم الفضيحة الراهنة، أصحاب القرار في الحكومة الألمانية على رأسهم وزير الداخلية الألماني توماس دوميزيير سيعني يبرر استمرارية التعاون مع الأمريكان. وإذا أنت ذكرت خلية زاولاند، يعني التي تقال عنها بأنها خططت حملة إرهابية في ألمانيا، ربما هذا صحيح، وربما الأمريكان ساعدوا في الكشف عنها، ولكن علينا أن نتذكر بأن هذه الخلية كانت بعيدة جدا عن ممارسة حملة حقيقية، بعيدة جدا جدا يعني. وأنا لا أشك بأن البوليس الألماني كان يكشفهم بكل حال، يعني حتى بدون مساعدة الأمريكان. كان صغير. تفضل أكرم، كان لديك تعليق. الله، مبنية على كذبة. لما السياسيين بغض النظر الذي كان الكذبة طلع ايه اللي حكى مدير الاستخبارات السابق البريطاني في الجارديان قبل يومين، انه هو حكى كلم انه
هاي التهديد الراديكال إسلام اللي احنا دايما بنحكي عنها بلغناها. تهديد الجهادين يعني الإسلاميين أو الإرهاب الإسلامي على الإسلامي. الغرب وعلى بريطانيا احنا we exaggerated it. نبالغ في يعني في تقدير هذا ما فيش هالتهديد اللي زي ما احنا بنحكي عنه ونحط المليارات الدولارات. ايوه حكى نفس الشيء، ولكن كل سياسي الخوف منيح، يعني الخوف منيح، بخوف الناس طلع شو بنسوي، احنا بنكافح ضد الارهاب ارهاب ارهاب ارهاب، كل واحد بوقف طبعا المخابرات والأو احنا اللي بنكشف عن هذول الارهابيين، وشوف كم من مليار دولار ويورو بتروح لكل هاي الشغلات. يعني هناك مليارات كلها مربوطة ببعض. الفضيحة مش انه الامريكان بتجسسوا على الالمان، الفضيحة اللي انقبض عليهم اللي انكشف عليهم هاي الفضيحة. هذه نقطة يعني don't get caught. هل كان ذلك في إطار صفقة سياسية مثلا يعني؟ لا أنا أعتقد إن في عدم رضا طبعا نتيجة التسريبات. يعني احنا من أول السبعينات ما كناش نعرف إن حاجة اسمها هيئة الأمن القومي الأمريكية دي موجودة أصلا، دي نتيجة تسريب. كانت صغيرة بس ما كانش نعرف أصلا إن هي موجودة. الجي اس اتش كيو اللي هي المخابرات البريطانية محدش أصلا كان يعرف بوجودها. كل الحاجات دي عرفناها عن طريق التسريبات. سنودن إيغون بار راجل سياسي مخضرم ألماني وكان بيشتغل في الخارجية الألمانية قال المشكلة مش إن إحنا ما كناش عارفين إن في تجسس، المشكلة إن التسريبات اللي عملها سنودن زي ما أكرم قال ما كناش عارفين بكمية أو حجم التجسس اللي كان بيحصل نتيجة التطور التكنولوجي الفظيع ده. يعني بالنسبة للحجم يعني هناك بس دقيقة قبل 11 سبتمبر بس في آخر 10 سنوات الـ NSA كانت جهاز صغير في العائلة الاستخبارات الأمريكية كان يضحك عليها. أنا يعني شو هاي شيء صغير مش مهم. يعني بعد حددات 11 سبتمبر طبعا تضخمت الأجهزة وهو عشان التكنولوجيا تغيرت، العالم تغيرت، وبعدين بس هاي شيء جديد أخذ دور رئيسي في الاستخبارات قبل كانت شيء صغير. هذه هي الإشكالية كما ذكر شتيفن من قبل، يعني تضخمت الإمكانيات والقدرات ولكن ما نرى من النتائج. يعني لم في كمان حاجة تانية بالنسبة للدوافع. طبعا أنا متفق الدوافع أمنية أمن قومي، بس في حاجة تانية مهمة. التوسع الغير طبيعي في أجهزة الاستخبارات احنا ممكن كمان نبصله مش انه وراء اي دافع عقلاني. في حاجتين، المؤسسات دايما بتحاول ان هي تزود من ميزانيتها، يعني علماء الاجتماع بيقولك كده دور المؤسسة ان هي تزود ميزانيتها، فبيخلق اعداء وبيخلق اسباب بحيث ان هو يزود من ميزانيته. دوت الهدف العقلاني لاي مؤسسة، سواء مؤسسة مخابراتية او مؤسسة رجال اعمال او كذا. وفي شيء تاني، دافع تاني ممكن نطلق عليه بارانويا جمعية، مفهوم الامن القومي وتحويل كل شيء لمشكلة أمنية في الغرب، ده شيء ابتدى يزيد عن حده. وأعتقد دوت اللي عامل رد في ده تقدر تقول عليه يعني عادة في الفعل السياسي. زي ما الواحد كده بيصحى الصبح يشرب كوباية شاي، الدول كمان لهم عادات. يعني إيه اللي يخلي دولة لها أعلام ونشيط قومي؟ الاستخبارات جزء من الشكل اللي أي دولة لها سيادة بتكون عندها، فبتنشئ مؤسسة، المؤسسة بعد كده بتطور المنطق الخاص بيها اللي هو حاجة بسيطة، زيادة ميزانيتي. عشان أزود ميزانيتي بختلق كل الأعذار وكل التهديدات. هناك سؤال يطرح نفسه، يعني هناك انتقادات ألمانية شديدة لهذه الممارسات الأمريكية. السؤال هو يعني هل المخابرات الألمانية لا تفعل الشيء نفسه؟ لماذا لا؟ يا سيدي المخابرات الألمانية تفعل نفس الشيء، وما تنساش ان السياسيين برضو لازم يحمر نفسهم قدام الرأي العام. التسريبات هي السبب، المشكلة زي ما الأستاذ قال مش ان في تجسس، المشكلة انه تعرف. يعني سنودن طبعا يعني إدوارد سنودن عمل مشكلة في العالم كله. سنودن عمل شيء ما حصلش قبل كده في التاريخ، عمل مشكلة في العالم كله، مخلي كل السياسيين حاسين بالحرج. من ناحية مش قادرين مش هيقدروا يبطلوا التعاون الاستخباراتي، لكن من ناحية تانية لازم يبرروا اللي
بيحصل دوت قدام الرأي العام بتاعه. وهذا الشيء لا ممكن أن نتجاهله، والحكومات لا تستطيع أن تتجاهل بأن إدوارد سنودن طرح سؤالا أساسيا جدا. يعني إحنا في الدول الديمقراطية، أنت يعني كلامك صحيح، أجهزة المخابرات في ألمانيا وفي أمريكا تحاول دائما أن تزيد من ميزانيتها، ولكن في الدولة الديمقراطية أجهزة المخابرات في نهاية المطاف لازم تعطي حساب للناس للمواطنين، هل حقيقة نستحق هذه الميزانيات؟ يعني هل حقيقة نحتاج إلى يعني هذا التنفيخ لأجهزة المخابرات، أو لازم نغير أوليتنا في دولتنا في بلدنا ونحط ميزانيات أكثر في المجالات الاجتماعية الاقتصادية وإلى آخره؟ وبنهاية المطاف لازم المخابرات تعطي هذا الحساب، وإحنا في نقطة انعطاف هلأ، وهذه النقطة أوصلنا إليها إدوارد سنودن. والسياسيين الألمان لا يستطيعون أن يهربون من هذا السؤال، وأيضا في أمريكا. وهذا هو سؤالي الآن لك شتيفان. بداية، هناك ضغوط كبيرة على المستشارة الألمانية والحكومة الألمانية حاليا من المعارضة، من الرأي العام الألماني، لابد أن تتخذ ألمانيا رد فعل ما أو إجراءات عقابية ضد الولايات المتحدة. هناك مطالب مثلا بطرد دبلوماسيين أمريكيين أو عدم الاستمرار في توقيع أو في المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة وغير ذلك. هل ترى أن هذه المطالب واقعية ويمكن أن تنفذ فعلا أم أنها مجرد فقاعة هواء؟ شوف، إذا أنا ذكرت كلمة نقطة انعطاف، فقصدي بأن هذه النقطة هي ستطول شوية، ومش بسرعة. هلأ الحكومة الألمانية سترضخ للضغوط العامة ولضغوط الإعلام. وزير الداخلية الألماني ما زال يعني يؤمن بأن ألمانيا تحتاج إلى التعاون الوثيق مع أمريكا، ويحاول أن يمر يعني بهذه الفضيحة بإجراءات رمزية. وإذا سألتني عن طرد دبلوماسيين أمريكان من ألمانيا، هذا مثل يعني أنا أعتبره إجراء رمزي. أنا يعني إذا مثلا أمريكا سحبت دبلوماسيا أو جاسوسا كبيرا من برلين، فهي ستحط جاسوسا جديدا، عندهم مليون، يعني ما في مشكلة. يعني ولكن أنا أعتقد بأن هذه هاتين الفضيحتين اللتان نحكي عنهما الآن هي يعني مش كافيتان لتغيير السياسة الألمانية بالنسبة لأمريكا. يعني لا تكفي رغم هذه الضجة المثارة حاليا. أنا فقط أكرم طلع، حكومات بتيجي وحكومات بتروح، دول بتيجي ودول بتروح، جهاز الاستخبارات بتضل. شوف الاتحاد السوفيتي راحت الكي جي بي، ضلت الاف اس بي. في فرق؟ ما في فرق. تيجي الريبوبليكنز، الديموكراتس، الحزب السوشيالز، السي دي او، ما بتفرق. الاستخبارات بتضل وللأسف عم تكبر. وللأسف المشكلة اللي أكبر إنه التشريح القانوني، هاي المشكلة اللي هم لسه قبل 20 سنة، ماشي، مش فاهم علي وراح. طيب يعني ما وصلت النقطة، القوانين ما تغير، يعني لابد من تغيير القوانين. أعتقد سلوك ألمانيا دلوقتي، ألمانيا بتعطي الولايات المتحدة اختيارين. الألمان بيقولوا ما فيش تجسس بين الأصدقاء، معناه إن اللي ألمانيا بتطلبه من الولايات المتحدة إن يكون في تعاون استخباراتي بينها وبين الولايات المتحدة شبيه بالتعاون الاستخباراتي ما بين الولايات المتحدة وبريطانيا واستراليا ونيوزيلندا وكندا. هذا الشيء اللي بتطمح ليه ألمانيا دلوقتي، لأن الطلب بتاعها واضح، مفيش تجسس بين أصدقاء. معنى كده أن هي بتحاول تحط نفسها، لأن طول عمر هيكون في تجسس، يعني زي ما المخابرات قاعدة. فده أول اختيار. لو أن الولايات المتحدة طواعيا ارتضت ان هي تنقل المانيا للطبقه الاعلى ديت من التعاون الاستخباراتي، اعتقد الموضوع هيهدى ومش هيكون في اي مشكله. وده هيستلزم ان الدبلوماسيين الامريكيين اللي موجودين هنا في السفاره الامريكيه، هم اساسا عملاء للمخابرات الامريكيه لكن دايما بيكونوا تحت ستار، دول لازم هيمشوا.
فدوت هيكون الرد الفعل اللي لو حصل طواعية. لو ما حصلش طواعية ألمانيا هيكون عندها مشكلة، هل تصعد ويكون عندها يعني المجازفة أنها تخش في صراع سياسي حقيقي مع الولايات المتحدة، ولا تهدي الأمور وتقبل وضعها حاليا لغاية لما تيجي دورة تانية من الصراع وتصير الطلبات دي مرة تانية في المستقبل. فزي ما قال شتيفان الموضوع هياخد وقت طويل، والموضوع يعني زي ما بيقولوا لعبة معقدة جدا. هذا طرح، يعني هذا ما تقوله طرح، لكن هناك وجهة نظر أخرى تقول أن ألمانيا، يعني هي الولايات المتحدة رفضت توقيع اتفاقية منع التجسس مع ألمانيا، وواضح أن الولايات المتحدة ترفض يعني أن تدرج ألمانيا في هذه الدائرة. ده الجدال، ده المفاوضة اللي بتحصل دلوقتي. ولكن هناك وجهة نظر أخرى شتيفان أريد أن أسألك عنها، تقول أن ألمانيا ربما تستغل هذه الفضيحة الآن للخروج من العباءة الأمريكية، هي تريد أن تخرج من تحت العباءة الأمريكية، هي بدأت ذلك على الصعيد السياسي الخارجية في بعض الملفات. لا تتفق لا مع ذلك. لا 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 أنا لا أعتقد. يعني هناك دعوات لتقوية جهاز المخابرات الألماني وتطويره لكي يصبح قادرا على الاعتماد على نفسه. بعض الناس في ألمانيا يريدون، ولكن ألمانيا لا تستطيع حاليا أن تخرج من العباءة. بالضبط، لا يعني ألمانيا لا تريد أن تخرج عن العباءة الأمريكية بتعبيرك، يعني نرى ذلك في تطور الأزمة في أوكرانيا. الحكومة في كييف تتصرف بشكل أنا أقول يخالف على المصالح الألمانية، يعني تستعمل المزيد من العنف حتى تحل المشكلة في شرق أوكرانيا، ويعني تفعل ذلك بتشجيع مين؟ مش بتشجيع الحكومة الألمانية، ولكن الحكومة الألمانية أيضا لا تنتقد هذه السياسة. فهذا مثل واحد. ممكن أن نلخص هذا النقاش بجملة واحدة من الرئيس أوباما الذي قال نحن لا نعتذر إلى أنه يعني أساليبنا في التجسس أحسن من أساليب الآخرين، يعني لا نعتذر على ذلك. يعني هذه الجملة تلخص الواقع، وأيضا يعني ألمانيا بالنهاية تخضع إلى هذه الجملة. يعني إذن الولايات المتحدة تحتفظ بحقها في التجسس على من تشاء وقتما تشاء، وهذا الأمر واضح في تصريحات أوباما وتصريحات المسؤولين الأمريكيين، وأيضا رئيس الاستخبارات الوطنية في الولايات المتحدة يعني تهكم على 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 غضب الألمان وقال أن أول درس نتعلمه في مدرسة المخابرات هو أن الجميع يتجسسون على الجميع، وبالتالي على ألمانيا أن تقبل بهذا الوضع يعني، وتتوقع يعني أن تنتهي هذه الزوبعة بعد قليل. طبعا، لأن هاي في مشكلة سياسية فضيحة، سياسية صغيرة، ولكن بين الاستخبارات نفسه ما في مشكلة. ما فيش مشكلة، لا ما أعتقدش يعني. طبعا مشكلتهم الكبيرة أن هم أكبر مشكلة سياسية شوية، يعني أي أكبر مشكلة لأي جهاز استخبارات أنه يكون في عين الرأي العام، هذه طبعا مشكلة أجهزة الاستخبارات. فبيحاولوا طبعا، المهم دلوقتي أن الموضوع يهدى بسرعة، لكن ناخد بالنا من الصراعين، صراع ما بين ألمانيا والولايات المتحدة عشان ألمانيا عايزة تحسن من علاقاتها الاستخبارية مع الولايات المتحدة، ده صراع، وصراع تاني ما بين السياسيين سواء في ألمانيا أو في الولايات المتحدة ضد أجهزة المخابرات عشان يحاولوا يتحكموا فيهم بطريقة ديمقراطية أكتر. الصراعين دول هم المتحكمين في نتيجة اللي هيحصل دلوقتي، وده هنشوف نتيجة الصراع دلوقتي. طيب، هناك ضغوط شديدة في ألمانيا كما نرى، ليس فقط في وسائل الإعلام، أيضا في البرلمان هناك جلسة تنعقد في هذه الأثناء في البرلمان للجنة الرقابة البرلمانية، وهذه اللجنة يعني تريد أن تتخذ إجراءات. هناك مطالب للمعارضة الألمانية، هل تتوقعون أن هذه الزوبعة ستنتهي؟ في سقف زجاجي، صعب أنك تتخطى السقف الزجاجي دوت، لأن في الآخر هيكون في معلومات لا يمكن أن العامة يتداولوها. اللي بيحصل دلوقتي بيحاول يزود مساحة السقف الزجاجي دوت. ألمانيا بتستغل الغضب الداخلي عشان تستخدمها ورقة ضغط في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية. السياسيين بيحاولوا يستخدموا الغضب الداخلي كورقة ضغط عشان تحكم أكتر في عمل أنشطة المخابرات. هذه كلها مجرد يعني أجزاء من المسرحية
كل واحد له دور في تقديرك مسرحية. مسرحية مش شرط ان فيها وراها يعني حد مؤلف. هي يعني هي مجازا بنقول انها مسرحية بمعنى ان كل حد له دور، لكن في الاخر المنظومة دي حالها زي ما الاساتذة قالوا، المخابرات التعاون بينها هيستمر والتعاون بينها وثيق في الغرب، لكن لازم ناخد بالنا ان دوت مش تعاون مطلق، لان احنا في دول وانظمة ديمقراطية. ففي دلوقتي زي ما قلنا صراعين، صراع ما بين ألمانيا والولايات المتحدة عشان تحسن من وضعها في المنظومة الاستخباراتية الغربية، وصراع تاني ما بين السياسيين ورجال المخابرات عشان يحاولوا ان يخلوا رجال المخابرات منطويين تحت النظام الديمقراطي. طيب بقيت لدي دقيقتين شتيفان، يعني كيف ترى أنت ذلك؟ تتفق مع أحمد؟ هل الأمور ستكون على ما يرام بعد قليل وينسى الألمان هذه الفضائح ووسائل الإعلام تنساها أيضا، أم أن هناك إجراءات ستتخذ إلى حد ما لتهدئة الشارع الألماني؟ تتخذ إجراءات رمزية فقط. ألمانيا يحكمها ائتلاف كبير بين الاشتراكيين والحزب المسيحي، والمعارضة يعني لا تحظي إلا بأقل من 25% من المقاعد في البرلمان. فالائتلاف الكبير هو يؤيد استمرار التعاون الوثيق مع أمريكا، وها هو الوضع سيملي مسير الأمور. وأنت بالنسبة لك يعني أكرم، ترى أيضا أنه ليست هناك حاجة لبناء الثقة من جديد بين الطرفين كما يصرح المسؤولون الآن؟ الثقة موجودة ولكن فقط يعني هذه زوبعة في فنجان. ما في ثقة في 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 interest في الثقة. هذا كلام استهلاك رأي عام، مصالح في مصالح صحيح. والمصالح الألمانية والأمريكية مش 100% ولكن يعني بتقاربوا على بعض. هاي المهم، ما في ثقة بين دول، في مصالح بين دول دائما. يعني ستستمر العلاقات جيدة ولن يحدث أي توتر فيها كما تحدث. مش عشان لازم يكون في توتر، لكن التوتر في الآخر مش هيؤدي لشيء، يعني مشكلة كبيرة. طيب هتعدي. شكرا لكم مشاهدينا، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج كوادريجا. شكرا لكم في كل مكان على حسن المتابعة. أشكر ضيوفي في الاستوديو، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.